فيها او 82. خدتوها 82. آه. البطوله دي بالنسبه للنادي الاهلي كانت بطوله او بدايه انطلاقه جديده في فتره كانت او هي بدايه فتره التالق لمجموعه كبيره جدا من اللاعبين يا كابتن زكريا. عايز اقول لك ان قبليها بسنه 81 كنا بدانا نشارك في افريقيا. وكنا ماشيين لغايه دور الثمانيه، وحتى في ماتش كان مهم قوي اتغلبنا 2-0 مع نادي اوغندي اسمه بريوريز، والماتش العوده كان لازم نكسب 3 كسبنا 5. الجمهور كان فل لان اتقال ان الماتش مش مذاع، فالجمهور ملى الاستاد. اوكي، وبعدين اتذاع في اخر 10 دقائق اتذاع على الهواء. الفتره دي كان ممكن 81 ناخد البطوله، بس للاسف موت رئيس السادات خلى ان احنا ما نكملش البطوله، فاعتذرنا وما كملناش. ما كملش البطولة. دخلنا 82 بقى خلاص خدنا على افريقيا كويس، بدانا نلعب في افريقيا، فالخبرات بدات تجيلنا بعد سنه. فدخلنا 82 كانت صعبه جدا، لان التمرينات ليه بقول لك فتره مهمه يا كابتن اسلام؟ لان ما كانش في احتراف في افريقيا. الفرق الانديه الافريقيه قويه جدا جدا. صح جدا صح. انت بتتكلم على كل الفرق او اسماء اللعيبه اللي شفتها في الثمانينات كلها بتلعب في افريقيا. كان نياويندي ده كان من الفرق ان احنا نكسبه 5-0 في مصر سنه 84. بالمناسبه انا جبت هاتريك في كانون نياويندي، كسبناه 5-0 في مصر. قوي جدا. الجزائر كانت فرق قويه جدا. اصعب ماتش يا كابتن في 82. اصعب ماتش كوتوكو طبعا. الفاينل طبعا. يعني الماتش الاولاني كسبنا 3 في مصر، 3-0 3-0 وهناك 1-1. بيبو جاب جول. طبعا انك تشيل الكاس لاول مره وفي غانا، وغانا دي كانت طبعا لان ما بنلعبش حتى في اكرا، كنا في اشانتي. في اشانتي نفسها. فطبعا وخد بقى عندك بقى السحر. تفتكر اليوم ده حصل ايه يا كابتن؟ الليله بتاعتها ما نمناش. ما نمناش في الاوتيل. الاوتيلات كانت عامله ازاي؟ اولا احنا كنا بنتنقل من الفندق لبيت من البيوت اللي تم ايجارها. كان في صديق لو تفتكر محمود البط كان هنا طبعًا مسؤول. طبعا والده كان سفير في افريقيا. منظمه الوحده الافريقيه، وكان صاحب الكابتن صالح، وخد لنا فيلا هناك علشان نبقى اريح شويه من الاوتيل. من الاوتيل. لكن ليه ما كانش 5 ستارز ولا ايه؟ لا طبعا 5 ايه ده انت بتتكلم في 2 ستارز كويس قوي. ده ولا 2 يعني. المهم في اكل، يعني كان بالنسبه لنا اهم حاجه الاكل. كنتوا بتاخدوا اكل معاكم من هنا ولا؟ طبعا من هنا بقى. وكان المسؤول اكرامي، هو دايما في افريقيا مسؤول التغذيه بتاعنا الكابتن اكرامي. كابتن اكرامي. تروح بقى عايز تاخد تونه، عايز مش عارف ايه، تروح لقطه. وبعدين يقول لك هات بقى 5 جنيه 10 جنيه مش هيسيبك تعدي طبعا. مش هتعدي طبعا. جمرك. لا اكرامي كان متعهد دايما اي حد جعان يلحق عنده يعني. فكانت الليله دي ليله فيها تخبيط على صفيح. خلاص يعني قربوا من الاوض، دخلوا الاوتيل جوه. ناهيك بقى عن يوم الماتش نفسه، انت مش قادر تنزل، مش عارف تخرج من اوضه اللبس. ضغط غير عادي عليك. لان كانت فرقه قويه جدا. يعني هو السنه اللي بعديها 83 هم خدوا البطولة مننا. ومننا برضو. لان الماتش الاولاني ما قدرناش نكسب واتغلبنا في كوتوكو 1-0. هم خدوا البطوله مننا لانه كانوا من اقوى الفرق. كوتوكو دي ما اعرفش هي فين دلوقتي في افريقيا، يعني راحت خالص. فكان في فرق فيها نجوم على مستوى عالي، عبيدي بيليه واسماء انطوان بيل. انطوان بيل كان حارس مرمى وراح المقاولين لعب شويه من هناك. طبعا لعيبه كانوا على مستوى عالي جدا. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا نشجع اصدقائنا. كابتن جاي لك مسجز كثيره جدا على هاشتاج اسال زكريا نصر.